تحياتي إليكم أيها الأعزاء من جديد. قبل أن نستكمل ما انتهينا إليه في الحلقة الماضية لنتحدث عن الأنشطة السياسية في فترة ما بعد الحرب العالمية في كل من برقة وطرابلس، أود أن أذكر من جديد بأن هذا البرنامج لا يسرد تاريخ ليبيا بالكامل، فضلا عن أن يسرد حتى تاريخ المرحلة التي نتحدث عنها من تاريخ ليبيا المعاصر. جاء هذا البرنامج فقط لمحاولة ربط حاضر هذه الأمة بماضيها وتذكير الأجيال بتاريخهم المشترك المعاصر، حتى يدركوا كيف تكون وطنهم الحديث وكيف تكونت ليبيا لأول مرة في 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 التاريخ. في الحلقة الماضية وصلنا إلى مرحلة انتهاء الحرب وإحلال سلطة الإدارة البريطانية في كل من برقة وطرابلس. بعد التحرير مباشرة بدأت بعض الترتيبات داخل برقة وداخل طرابلس من قبل الإدارة البريطانية. استحدثت في برقة مكتب المعلومات وصدرت جريدة بني غازي على يد عبد الجواد الفريقيس وصالح بويصير. أنشئ مكتب المعلومات ليبدأ في ترميم عملية الثقافة والتعليم برئاسة المستر ريد الإنجليزي ومعاونة سليمان الجربي، وعمل في مكتب المعلومات محمود بوهدمة والمهدي المطردي ومحمود مخلوف وعبد الله سكتة. كان على السيد ريس أن يحل بعض المشاكل العالقة مثل مشكلة التي برزت مشكلة الشيوخ. هناك بعض الاحتجاجات من الزعماء العائدين من المهجر والزعماء المحليين الذين كانوا مناهضين للحكم الإيطالي. برزت مشكلة الشيوخ الذين اعتمدتهم إيطاليا بعد نزع المشيخة والزعامة من مشايخ القبائل السابقين، وبدأت المشاكل. السلطة البريطانية اتصلت بالسيد دريس وتباحثت معه في هذا الأمر، وحل السيد دريس المشكلة باعتبار أن قد نرجع حتى للمشايخ الذين كانوا في العهد التركي وننزع حتى المشايخ الذين كانوا معتمدين من قبل السيد أحمد الشريف أو من قبل حتى السيد دريس نفسه، ولكن حلت المشكلة ورضي الجميع وانتقلوا إلى ما بعدها. في طرابلس قسمت الإدارة البريطانية طرابلس إلى ثلاث مقاطعات، مصراتة وغريان وطرابلس. بدأت في ترتيب الأمور لأن طرابلس مشكلتها أكثر تعقيدا بوجود الجالية الإيطالية والموظفين الإيطاليين، ولكن بدأت بعض المظاهرات بعد أشهر من الاحتلال تطالب بعدم معاملة طرابلس كأرض محتلة، يعني تطالب بمعاملة طرابلس على غرار برقة، تحسين الوضع المعيشي، تدارك الأمر الاقتصادي. ثم بدأت الأنشطة السياسية في برقة. يقول مجيد خدوري: لقد واتى برقة الحظ بأن تتمتع بقيادة حكيمة متزنة في شخص السيد دريس الذي كان يعبر تعبيرا مخلصا عن رغبات شعبه الأصيلة في مطالبته بالحكم الذاتي، عكس ما كانت عليه طرابلس التي مزقتها المنافسات. يعني أصبحت برقة بوجود زعامة السيد دريس تسير سياسيا في اتجاه واحد، وهو المطالبة والمزيد من المطالبة بنزع السلطة من البريطانيين تدريجا وتسليمها إلى يد الأمير إدريس، مهما كانت بقية التفاصيل من شكل الحكومة أو خلافه. يعني هنا توجه الموضوع كله في مهما كانت التباينات السياسية أصبح الأمر محصور. في هذه الأثناء أخذ الشعب البرقاوي يطالب بالاعتراف بالسيد دريس ويطالب السيد دريس بالعودة إلى البلاد، لأن السيد دريس بعد الزيارة الأولى اللي قلنا عليها في 44 غادر بني غازي. وبدأت المطالبات من المجلس المحلي في بني غازي ومن الوجهاء ومن المجاهدين الزعماء بمطالبة بريطانيا
بمخاطبة السيد إدريس بالأمير وطلب منه العودة إلى البلاد، لكن السيد إدريس كانت عنده وجهة نظر سليمة وهي مهمة للضغط على بريطانيا، وهي ما دمت أنا أمير هذا الشعب يعترف بي كأمير وأعود إلى البلاد، فالشعب سيطالبني بمستحقاته ويطالبني بحقوقه ويرفع إلي مشاكله، وأنا سوف لن تكون لدي سلطة أمام السلطة البريطانية، ولن أعود إلا إذا أصبح وضعي فعلا وضع يسمح لي بمعاونة هذا الشعب. في تلك الأثناء عاد عمر منصور الكيخيا من المنفى، لأن عمر منصور نفته الحكومة الإيطالية لمدة قاربت على 14 سنة. بعد الحرب عاد السيد عمر منصور الكيخيا وراسل الحكومة المصرية ووزير الدولة البريطاني وجميع الهيئات بأن يجب على الإدارة البريطانية أن تسلم الحكم في برقة إلى الزعامة السنسية إلى الأمير إدريس، وأن تقوم حكومة محلية بمجلس نيابي تحت الحكم في صورة حكم ذاتي حتى تحت السلطة البريطانية، وأن تساعدنا بريطانيا في توفير الميزانية ومد سكة خطوط سكة حديد وتكوين الجيش. وأرسل منها نسخة للسيد إدريس، والسيد إدريس رفع تزكية لهذه المطالب إلى السلطة البريطانية. وجهة سياسية أخرى قام بها طلع بها نادي عمر المختار. نادي عمر المختار كما عرفنا أن تأسس في مصر، أسسه مجموعة من أفراد الجيش السنوسي المهدي المطردي ومحمود مخلوف وعلي فلاق و أسعد بن عمران. بعد التحرير وبعد رجوعهم إلى مدينتهم وتسريحهم قاموا بتشكيل النادي رسميا، وسمي نادي عمر المختار، ورفعت قانونه الأساسي إلى الترخيص لصدور الترخيص من الإدارة العسكرية. وهو في الحقيقة بدأ في مصر نادي رياضي ثقافي، ولكن أصدر صحيفة هي صحيفة الوطن، أصبح هذا النادي في محاكاه سياسية يومية، وأصبح شغل السياسة هذا شأن يومي، الجميع يتحدث فيه مصير البلاد. فوجدت الجمعية نفسها في خضم الشؤون السياسية، وأصبحت صحيفة الوطن هي المتحدث، ترى في نفسها أن هي المتحدث الرسمي باسم مصلحة الأمة، ووجدت نفسها في خضم السياسة. سنتطرق فيما بعد إلى التفاصيل التي طرأت على هذه الجمعية فيما بعد. لكن جمعية عمر المختار معلوم لدى الجميع والثابت أن أول مبديها التي أسست عليها الأهداف ووسائل تحقيقها هي المناداة بإمارة السيد إدريس باعتبار الأمير الذي لا نزاع عليه، فكانت هذه هو أول مبادئها الأساسية، وكانت تطالب بالوحدة. بالنسبة لفرع بني غازي يرى حتى أن الاتحادية أو الفيدرالية تعتبر وحدة، المهم أن الوطن ما يتجزاش. فرع دارنا كان أكثر تشددا وكان يطالب بالوحدة الاندماجية، وحدثت بعض الخلافات بين الفرعين حتى في الأهداف أو في وسائل تحقيقها، والمجال لا يسع لذكرها. صورة أخرى من صور النشاط السياسي كانت الجبهة الوطنية البرقوية. هذه الجبهة تأسست فور خطاب السيد إدريس بمناسبة 9 أغسطس في بني غازي. السيد إدريس جاء عدة زيارات في 44 في 45 في 46. في زيارة 46 جاء لإحياء ذكرى 9 أغسطس، وعمل عرض عسكري في ذلك اليوم، وخطب خطبة هنأ فيها الشعب وطالب الشعب بالتكاتف، وطالب بإنشاء جبهة وطنية يجتمع فيها كل الليبيون أو كل البرقاويون بصورة أدق.
من محافظين ومن شباب ومن جاليات وكل شرائح البرقاويين، وتأسس وطلب من هذه اللجنة أو من هذه الجبهة التي ستنشأ أن تعاونه وتمد له يد العون وتؤازره في المسير نحو الاستقلال. وفعلا تشكلت هذه الجبهة وكانت بالفعل جبهة متماسكة، ولكن طغى عليها هو الجانب التقليدي المحافظ، وكان بعض الشباب يحاول أن يكون أكثر تحرر أو القيام ببعض المناكفات باعتبارهم شباب مجدد ويسعى إلى أفكار أكثر تحررا. نشاط سياسي آخر في برقة تمثل في رابطة الشباب الليبي. رابطة الشباب الليبي جبهة سياسية أنشأها صالح بوسير وبعض المحافظين من مدينة بنغازي، هدفها كما كان هدف الجبهة الوطنية البرقاوية الاستقلال وإمارة السيد دريس والوحدة. لكن هذه الجبهة لم تستمر، أو هذه الرابطة لم تستمر، لأنها اعتبر أنها لم تقدم شيء جديد. وبتشكيل الجبهة الوطنية البرقاوية ذاب الجميع أو انصهر الجميع في الجبهة الجديدة. كيان سياسي مهم وحاسم، قد يكون الحديث عنه سابق لأواني، لكن نأخذ لمحة عنه، وهو المؤتمر الوطني البرقاوي. هذا المؤتمر الوطني البرقاوي ظهر إلى حيز الوجود بعد صهر الهيئات السياسية في برقة كلها في جسم واحد. هذا المؤتمر صهر الجميع وتشكل من جميع أهالي برقة، من حضر ومن قبائل ومن جاليات ومن شباب ومن محافظين تقليديين، ورأسه السيد الرضا السنوسي، يعاونه السيد الصديق الرضا السنوسي وعلي أسعد الجربي. وهذا المؤتمر يطالب بالوحدة، توجهه اللي هو الاستقلال وملكية فيدرالية أو إمارة فيدرالية، أميرها السيد إدريس السنوسي، وتحقيق ما يمكن تحقيقه، ثم الانتقال، هذا كان برنامجه، ثم الانتقال إلى المرحلة التي بعدها، يعني نأخذ ثم نطالب. وكان هذا كما سنرى هذا المؤتمر هو الصوت القوي أمام هيئة الأمم المتحدة ولجنة التحقيق الرباعية التي جاءت مبعوثة من الأمم المتحدة. لو انتقلنا إلى طرابلس، كانت مشكلة طرابلس تتجسد في التنافس الحزبي أو التنافس بين الجهات وبين الأفراد. يعني طرأ على طرابلس جو بقدر ما كان محمود، لكن كان يحمل في جوفه بذرة موته في كثير من الأحيان، اللي هو تعدد قيام العديد من الأحزاب بصورة غير منتظمة، بعملية ممكن أن نطلق عليها بشعارات مستهلكة متكررة عند كل حزب. لكن هذا يمكن المجال لا يمكن التطرق في هذه العجالة لمثل هذا الموضوع. لكن أدريان بيلت فيما بعد عبر عن رأيه في هذه الأحزاب التي تشكلت في طرابلس، قبل أن نتطرق للتحديث بشكل مفصل عنها، يقول إن صراعات الأحزاب في طرابلس نتج عن صراعات شخصية بين زعمائها والاختلاف حول مسألة شكل الدولة المستقبلية. كان هذا محوري الخلاف، إما زعامة نزاع شخصي أو شكل الدولة. يقول هذه الأحزاب لم تكن ديمقراطية، يعني كانت الزمام أمر في يد رؤساها، في بنيتها الداخلية ما فيهاش ديمقراطية، يقول وليس لها نشاطات اجتماعية أو ثقافية، كل منحصرة في اهتمامها بالسياسة، ولم تحتضن كل السكان خارج مدينة طرابلس، كان كل نشاطها داخل مدينة طرابلس، وكثيرا ما كانت تختطف في
الرأي حتى بما يخالف الرأي السائد، يعني كان الجمهور يكون لديه رأي لكن المعبر كان هو هذا الحزب، ليس عن رأي الجمهور أو عن ما يختلج في نفوس السكان، ولكن عن توجه هذا الحزب. سنتطرق بشيء من التفصيل حول عدد هذه الأحزاب وتوجهاتها في طرابلس في الحلقة القادمة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.